الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير حلم شراء السردين في المنام للعلامة محمد ابن سيرين طيب الله ثراه. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. شراء السردين الفاسد في المنام تدل على المشاكل والمواقف الصعبة التي يمر بها صاحب الرؤية في حياته. في منام المرأة الحامل تدل رؤية شراء السردين على حصولها على الأموال من زوجها الأول. تدل رؤية شراء السردين في المنام على تخطيط الرأي الجيد وتنظيمه لأمور أسرته ومنزله. عندما يرى الشخص بأنه يشتري السردين في المنام دليل على المال الذي يحفظ الرأي ويدخره لأيام قادمة. رؤية شراء السردين الصغير في المنام إشارة على ضيق الرزق ومعاناة الرأي من صعوبات ومشاكل في حياته. تشير رؤية السردين وهو منظف في المنام على معاناته من المشاكل أو تعرضه للخيانة من أحد المقربين منه. في منام المرأة المتزوجة تدل رؤية السردين المنظف على تعرضها للغدر من شخص قريب، وأنها تتخذ القرار المناسب بذلك الشأن. رؤية تنظيف السردين الطازج في المنام تدل على ضرورة إزالة العوائق والمتاعب في حياة الرأي حتى يستطيع تحقيق ما يتمناه. عندما يرى الشخص بأنه ينظف السردين في المنام دليل على سلامة صاحب الحلم البدنية والنفسية. يدل الحلم بتنظيف السردين على صلاح وحسن أخلاقه وتدينه وورعه الشديد، والله أعلى وأعلم. يشير رؤية السردين المملح في المنام إلى إصابة الرأي بالهموم والمشاكل في الفترة المقبلة من حياته. في المنام تدل رؤية أكل السردين المملح وكان الرأي يحبه في الحقيقة على كسبه المال والرزق الوفير. رؤية أكل السردين المملح ولكنه لا يحب طعمه في المنام علامة على الهم والمشاكل الذي يصيب صاحب الرؤية. رؤية السردين المخلل في المنام من أن الرأي ينفق أمواله في أمور لا يجد منها خيرا أو منفعة. تشير رؤية المرأة المتزوجة السردين على فراشها في المنام على إصابتها بالمرض، ولكنها ستشفى منه بعد وقت قصير، والله أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.